تعد ألام الظهر واحدة من أكثر الأسباب شيوعا التي تجعل المصابين بها يلجؤون لزيارة الطبيب أو يتغيبون عن عملهم، فضلا عن كونها من الأسباب الرئيسية المسببة لإعاقة الحركة في جميع أنحاء العالم. ويصاب معظم الناس بألام الظهر مرة واحدة على الأقل، كما أن حوالي 90% من حالات ألم الظهر تنتج عن العادات اليومية السيئة مثل الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة ورفع الأشياء الثقيلة أو الإصابة بالبرد في منطقة الظهر، بالإضافة إلى أوضاع النوم الخاطئة. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على طرق علاج هذه المشكلة الصحية بالطب البديل. تحتوي الحلبة على العديد من المركبات الفعالة، ومنها مركبات الصابونين والتراغولينين والمركبات المضادة الأكسدة، إضافة إلى كمية كبيرة من الدهون الغير مشبعة. ولعلاج ألم الظهر تطحن حبوب الحلبة جيدا ثم تخلط بالماء لصنع عجينة، ثم توضع على مكان الألم 3 مرات يوميا. وللإشارة يجب وضع العجينة وهي ساخنة قدر ما يستطيع المريض. بذور الكتان ذات فاعلية كبيرة جدا في علاج ألم الظهر، وطريقة الاستخدام تكون من خلال غلي كمية مناسبة من بذور الكتان، ومن ثم وضعها بداخل قطعة من الشاش الطبي، ثم لفها على مكان الشعور بالألم. يحتوي الملفوف أو الكرنب على العديد من الفيتامينات وبعض المعادن مثل المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم وبعض الأحماض مثل حمض فوليك والأوميغا 3، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وهو علاج فعال لألم الظهر. وطريقة الاستخدام تكون من خلال وضع أوراق الكرنب في الحليب الساخن حتى تنضج تماما وتصبح لينة للغاية، ثم توضع سريعا على مكان الألم، ويفضل أن تظل ليلة كاملة أو ليوم كامل. تعد حبوب القمح من أهم الأعشاب التي تهدئ الالتهابات، لذلك فهو مفيد في حالات ألم الظهر، وذلك عن طريق وضع الدقيق في الماء ثم يرفع على نار هادئة حتى يصبح عجينة، ثم ننتظر قليلا حتى تصبح درجة حرارته عالية إلى حد ما، وتوضع العجينة على مكان الألم، ويفضل أن توضع وهي ساخنة قدر المستطاع 3 مرات يوميا. يتم استخدام أوراق اللبلاب لعلاج ألم الظهر من خلال طحنها وإضافة إليها كمية مماثلة من النخالة، وتخلط بكمية قليلة من الماء حتى تتكون عجينة وتوضع بداخل شاشة، ويتم وضعها لمكان الألم بالظهر مما يساعد على تقليل من حدة الألم. يعد الريحان من الأعشاب الرائعة التي تستخدم لعلاج ألم الظهر وخاصة منطقة أسفل الظهر، وذلك من خلال تناول كوب من مغلي الريحان المحلى بعسل النحل مما يساعد على التقليل من الألام، بالإضافة إلى التخلص من تصلب العضلات. يعد زيت الزيتون من أفضل العلاجات لمعظم أمراض العضلات والجهاز العظمي عموما والظهر خصوصا، حيث يحتوي على الكثير من المواد الملينة والمفيدة جدا، وذلك من خلال تسخين الزيت ثم يذلك به منطقة الألم لمدة 10 دقائق، مع تكرار ذلك 3 مرات يوميا على الأقل. الزنجبيل يعتبر أيضا من أهم الأعشاب لعلاج ألم الظهر، بحيث يخلط الزنجبيل بماء دافئ يقترب من الغليان، ثم يقلب قليلا ويصفى ويوضع في شاشة، ثم يوضع على مكان الألم 3 مرات في اليوم. ويمكن أن يتم العلاج أيضا عن طريق عمل شرب الزنجبيل مع القرفة، ويتم شربه 3 مرات يوميا. من المعروف أن العسل يعالج الكثير من الأمراض خصوصا إذا تم تناوله على هيئة شرابة، من خلال وضع ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء وإذابته وشربه، حيث يتم ترتيب ذرات الماء مثل ذرات العسل، وبالتالي تكون وكأنك شربت كوبا كاملا من العسل. الثوم معروف بفوائده العلاجية ومضادات الالتهابات، وفي حالة ألم الظهر يمكن تناول فصين إلى 3 فصوص من الثوم على الريق يوميا كعلاج، أو يمكن تدليك باستخدام زيت الثوم، وهذه الطريقة أفضل بالتأكيد، ويترك على الظهر لفترة كافية ثم يغسل الظهر بالماء الدافئ. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.